بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل وأزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر هذا الجمع الكريم الطيب، وأشكر أستاذنا العزيز الأستاذ ياسر مدير مركز التنوع على هذه الدعوة الطيبة لنتحدث معا في موضوع مهم استفادت شعوب كثيرة من دراسته وحسمه في حياتها، ولا يزال مأزقا بالنسبة لشعوب أخرى ومنها الشعوب العربية والإسلامية. ذلك هو موضوع الهوية، أو على الأصح الهويات، تراكم الهويات وتزاحمها. هذا هو موضوعنا الليلة. وفي العنوان قصدنا أن تكون الهوية جمعا، لأن هذا هو واقع الحياة. المدخل إلى حل إشكال الهوية هو الاعتراف بأن الكائن البشري كائن معقد، ليست لديه هوية واحدة وإنما أكثر من هوية، كما أنه ليس هنالك سلف واحد. نحن نقول أننا نتبع السلف، ولكن هنالك أسلاف حقيقة الأمر وليس سلفا واحدا. فهل أنا أتبع الخلفاء الراشدين أم غير الراشدين؟ هل أنا أتبع الحجاج؟ هل أنا أتبع؟ طبعا كل هذا يدخل في إطار السلف من الناحية الزمنية، لكن في واقع الأمر أن هنالك أسلافا كما أن هنالك هويات متعددة. الحضارة الإسلامية كانت أقل الحضارات حربا عرقية أو توترا عرقيا، أكثر الحضارات امتزاجا عرقيا، يشهد المؤرخون بذلك، هي الحضارة الإسلامية، قياسا بالحضارة الرومانية، بالصينية، بالهندية، بكل الحضارات العتيقة. يشهد مؤرخو الحضارة أن حضارة الإسلام كانت أكثر الحضارات تمازجا عرقيا. ويمكن أن نضرب مثالا من شعبين من الشعوب الإسلامية وينطبق عليهم هذا، وهو ينطبق على كل الشعوب الإسلامية طبعا، الشعب التركي والشعب العربي مثلا. هنالك مؤرخ أمريكي كتب في تاريخ الأتراك، فقال إن تاريخ الأتراك هو بمثابة حافلة سماه The Turkish Bus، الحافلة التركية، بدأت منذ حوالي 2000 عام من غرب الصين، ودائما هي متجهة غربا، سارت، دخلت إلى بلاد ما وراء النهر، إلى بلاد فارس، إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، إلى الأناضول، وطبعا لا تزال تتجه، تريد أن تندمج في قلب أوروبا، في الاتحاد الأوروبي. لكن الملاحظة يقول هو أنه هذه الحافلة في كل محطة من محطاتها ينزل بعض الناس ويركب آخرون، فلما وصلت إلى المحطة الأخيرة لم تعد تعرف وجوه الركاب، تغيرت ملامح الركاب تماما. فإذا أنت بشعب جديد تجد فيه الملامح الأوروبية والآسيوية العربية والفارسية والكردية، كل هذا امتزج في النهاية في تركيا اليوم، تجد كل هذه الملامح لأن هذا حصيلة مسار طويل. نفس الشيء قياسا على الحافلة التركية ممكن أن نتكلم عن القافلة العربية أيضا، هي قافلة انطلقت من الجزيرة العربية ولكنها امتزجت بشعوب كثيرة حتى قبل الإسلام. هاجرت قبائل إلى الشام وامتزجت بالروم، وعرب الشام هم أصلهم قبائل يمنية، جاءوا من أقصى الجزيرة، أقصى جنوب الجزيرة إلى أقصى شمالها، قبائل لخم وجذام وعاملة اللي يسمى بهم جبل عامل إلى اليوم، وغسان، هذه كلها قبائل يمنية في الأصل، هاجرت من أقصى جنوب الجزيرة إلى أقصى شمال الجزيرة وامتزجت بالروم وبغير الروم من الشعوب الموجودة على شاطئ المتوسط الشرقي، وهاجرت إلى العراق وامتزجت بالشعوب الفارسية والكردية وغير ذلك. ثم بعد فتح الإسلام كان الانفجار الأكبر، وأنا أسميه The Spiritual Big Bang، يعني كأنه نظرية البيج بانج في تفسير الانفجار الكوني العظيم. فما حدث في الجزيرة العربية هو شبيه بهذا، ولكن في مجال
الثقافة والروح، لأنه اللواء الركن محمود شيد خطابة هو من كبار المؤرخين العسكريين، يتتبع الفتوح الإسلامية تتبعا عجيبا في الصدر الأول، فيقول إن 80% من الصحابة توفوا خارج الجزيرة العربية، 80%، يعني كان انفجارا هائلا، كأن الحمل الإسلامي، هذا القول الثقيل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة العظيمة جعلت الناس يخرجون من ذاتهم، يخرجون من أرضهم، يسيرون إلى كل أصقاع الأرض. مات الشاعر الوليد مسلم بن الوليد وهو من قريش، مات في جورجيا، فرأى نخلة وهو يحتضر فقال: ألا يا نخلة بالسفح من أكناف جرجان، ألا إني وإياك بجرجان غريبان. النخلة ذكرته بالحجاز. ثم نجد عبد الرحمن الداخل يتغنى بنخلة أخرى في الأندلس تذكره أيضا بالحجاز. من جورجيا إلى إسبانيا عربي دفعت به هذه الطاقة الروحية الهائلة، الطاقة الإسلامية، إلى أقصى شرق الأرض وإلى أقصى غرب الأرض. فعبد الرحمن الداخل يرى نخلة في الأندلس فتذكره بالأرض والأهل في الشام وفي الجزيرة العربية، لأن أوروبا ليست أرض نخيل، فيقول: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول افتراقي عن بني وعن أهلي. يعني: ألا إني وإياك بجرجان غريبان، وهذا يقول شبيهي بالتغرب والنوى. فهؤلاء القوم دفع الإسلام بهم إلى كل أصقاع الأرض بفضول علمي واستكشاف عجيب، حتى خرافات الهند وخيالاتها وجدت من يتتبعها من علمائنا ويكتب عنها مثل البيروني، تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل ومردودة، كتابه المشهور. الحاصل من ذلك أنك بعد هذا الانفجار الروحي والثقافي الهائل الذي جاء به الإسلام، انقلبت حياة العرب وانقلبت هويتهم أيضا، فتجد العربية ذا البشرة الحالكة السواد وهو فصيح اللسان متقن لسان العرب، وتجد العربية ذا البشرة البيضاء بملامح رومية، وتجد العربية ذو البشرة الفارسية والهندية والملامح البربرية في شمال إفريقيا. واضح أنه العرب لم يعودوا عرقا، والأتراك لم يعودوا عرقا، والفرس لم يعودوا عرقا، الإسلام مزج كل هذه الأمم. حتى برنارد لويس على شدة بغضه للمسلمين يقر في كتبه أن الحضارة الإسلامية كانت أكثر الحضارات مزجا للشعوب. لكننا ابتلينا في العصر الحديث بالقوميات المفرقة مع الأسف. طبعا لا يعني هذا أن نقدم التاريخ على أنه صورة مثالية، طبعا الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات مزجا للأعراق، كان هنالك أيضا نوع من التحيز، لكن الغالب كان عدم التحيز، حتى إنك تجد ومن في أغلب الحضارات غير الإفريقية تجد تحيزا ضد اللون الأسود، إلا في الحضارة الإسلامية قل أن تجده، بل تجد العكس، نجد الجاحظ يكتب رسالة فخر السوداني على البيضان ويمتدح فيها السود والسواد، ويكتب فيها، وعندي استشهاد منها، يقول: والزنجي لا تراه أبدا إلا طيب النفس ضحوك السن حسن الظن. يعني هذه طبيعة الزنجي، يعني طيب النفس ضحوك السن حسن الظن، ومدايح كثيرة. وابن الجوزي كتب كتابه تنوير الغبش بفضائل السودان والحبش، هو كتاب كبير من حوالي أكثر من 300 صفحة بالنسخة المحققة، وجمع فيه كل ما يتعلق بفضائل السود والسواد، وهو من 24 فصل من عناوين فصوله، مثلا فضائل اجتمعت في طباع أهل السودان، الباب السادس فضائل أشياء خصت بسواد اللون من الحيوانات والنباتات والأحجار، ويتحدث عن الحجر الأسود ويتحدث عن أمور كثيرة في هذا.
الباب السابع من هاجر من الصحابة إلى الحبشة، هذا يعود من فضائل الحبشة. الباب الثامن إنفاذ قريش إلى النجاشي يسلم لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب التاسع مكاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وإسلامه وإسلام أصحابه. الباب العاشر قدوم الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبهم بالحراب في المسجد. الباب الحادي عشر ما جاء في القرآن موافقا للغة الحبشة. الثاني عشر ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الحبشة فأعجبه، من الكلمات الحبشية في الأحاديث النبوية. الباب الثالث عشر تخصيص الحبشة بالأذان، يعني بلال هذا أكبر فضيلة للحبشة، يعني أن المؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال. الباب الرابع عشر من كان نبيا من السودان، وأبواب أخرى كثيرة. أشراف باب السادس عشر أشراف السودان من الصحابة، والسابع عشر أشراف السودان من الصحابيات، وفيه باب على المبرزين في العلم من السودان وشعراؤهم ومن تمثل منهم بشعر، وفطناء السودان وأذكياؤهم وكرماؤهم، هذا الباب العشرون، وغير ذلك، حتى يمشي به الخيال إلى الباب الثالث والعشرين من كان يؤثر الجواري السوداء على البيض ومن كان يعشقهن ومن مات من عشقهن، هذا باب يعني. فطبعا هذا قريب من دراسات الأنثروبولوجيا، فهذا من سعة الاطلاع، ولكن الأهم من هذا هو أنك تجد الثقافة الإسلامية حقيقة ثقافة مفتوحة تعترف بفضائل، ليست ثقافة عنصرية أبدا. مع ذلك وجدت حساسيات في التاريخ الإسلامي بين بعض الشعوب الإسلامية، ووجدت صور نمطية أيضا لا يمكن أن نهملها، وأشد هذه الحساسيات مع الأسف كانت بين العرب والفرس، وهذا أمر هو عرقي أصلا حقيقة، اليوم حولوه إلى قضية مذهبية، ولكن هو في الأصل حساسية ثقافية وعرقية أكثر منها مذهبية، لأن الفرس كانوا طيلة التسعة قرون الأولى من الإسلام كانوا سنة أصلا، يعني التشيع هو في أصله عربي يمني وكان سائدا في أرض العرب إلى القرون الأخيرة. فنجد في العصر العباسي، والعصر العباسي هو عصر ازدهار الحضارة الإسلامية، عصر تفكك سياسي وازدهار ثقافي، وعصر امتزاج الثقافات بكل ما يؤديه الاحتكاك من أحيانا من سوء ظن. وطبعا نجد ظاهرة الشعوبية المثقفون الفرس الذين يهاجمون العرب، ونجد ظاهرة أيضا التحيز، هي شعوبية مضادة وإن كان العرب لا يسمونها شعوبية طبعا لأنه نحن اللي كتبنا تاريخنا يعني فلا نسميها شعوبية، ولكن هي أيضا شعوبية أخرى. تحيز ضد الفرس تجده في الأدب العربي، وتحيز ضد العرب في الأدب الفارسي. فنجد الفردوسي وهو شاعر إيران بلا منازع، شاعر بلاد فارس، في الشاهنامة وهي 60,000 بيت أهم أثر أدبي باللغة الفارسية. والفردوسي كان سنيا وعاش في بلاط محمود الغزنوي وهو ملك سني متعصب للسنية، مع ذلك الفردوسي يهاجم العرب في شعره ويقول إنهم ركاب النوق وأكلة الضب، وأنهم يعني تكبروا وذهب بهم الطموح بعيدا إلى حد السيطرة على تيجان ملوك فارس، فتعسن لك أيها الزمن الدوار، يعني يختم أبياته وكذا، فتعسن لك أيها الزمن الدوار. كما نجد الشعراء الفرس الناطقين باللغة العربية وهم كثر، والفرس هم من أسسوا النحو العربي، يعني هذا واقع من وقائع امتزاج الثقافة الإسلامية. وأنا كنت من مدرس النحو يعني ألفية ابن مالك، ونعرف أنه طبعا كتب النحو كلها قال سيبويه وقال ابن منفطويه وقال ابن برزويه وكلهم فرس يعني. لكن مع هذا ظلت شيء من الحساسية العرقية موجودا، فنجد في أشعار المتوكل وبفراس وبشار بعضا من الطعن في العرب وفي الثقافة العربية، وكان هذا جزء من التدافع والصراع الاجتماعي والسياسي في العصر العباسي. المتوكل يقول أنا ابن الأكارم من نسل جم وحائز إرث ملوك العجم وطالب أوتارهم جهرةً
فمن نام عن حقهم لم أنم، فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم. وبشار يقول شيء قريب من هذا، يسخر من الشعراء العرب من وقوفهم على الأطلال، لأن شعراء الفرس المقدمة الطللية في الشعر العربي هم عندهم مقدمة خمرية في الخمريات وليست في الغزل أو الوقوف على الأطلال. فهو يقول بشار: عاج الشقي على رسم يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد. يبكي على طلل الماضين من أسد، لا در درك قل لي من بنو أسدي، ومن تميم ومن قيس ولفهما، ليس الأعاريب عند الله من أحد. لا در در الذي يبكي على حجر، ولا صبى قلب من يصبو إلى وتدي. يعني الوتد والخيمة والطاب، وهذا كله يعني رموز، تعتبر رموز من الاحتقارية تستعمل في هذا الشعر. أو في قصيدة أخرى: قل لمن يبكي على رسم درس واقفا، ما ضر لو كان جلس. أي نوع من السخرية، ليش واقف على الأطلال؟ اسمها تجلس يعني. قل لمن يبكي على رسم درس واقفا، ما ضر لو كان جلس، تندب الربع ومن كان به مثل سلمى ولبينة وخنس. اترك الربع وسلمى جانبا، واصطبح كرخية مثل القبس، يعني الخمرة مرة أخرى. فكان صراع بين الخيمة والخمرة في القافة، طبعا ما عنده علاقة بالدين، يعني لا الخيمة هي إسلام ولا الخمرة من باب أولى أيضا إسلام، ولكنه كان صراعا ثقافيا ووسيلة من وسائل التداخل الثقافي. ومن الطرائف أنه رأيت في بعض كتب واحد من فقهاء الشيعة الأقدمين وهو فارسي، طبعا في نوع من الحساسية أيضا بين الفرس والأكراد تجدها أحيانا في آدابهم، فقال أنه يفتي أنه لا يجوز الزواج من الكرد، لأن الكرد هم صنفهم من الجن. يعني قال هم مش بشر أصلا، صنفهم من الجن، يعني أنه الأكراد صنفهم من الجن. طبعا هذا النوع من التحيز كان موجودا في الثقافة الإسلامية وفي الثقافة التاريخية يعني، ولكنه قليل. مع ذلك تبقى الحقيقة حقيقة، وهي أن الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات مزجا بين الشعوب والثقافات. في العربي، في الأدب العربي تحيز ضد الثقافة الفارسية وضد الفرس في الأدب، والأدب هو إذا أردت صور النمطية فابحث عنها في الأدب، لأن الأدب هو دفقات من الوجدان ليس فيها تكلف ودبلوماسية، وحتى ليس فيها مقدمات منطقية وكذا، هو شيء يفيض من الخاطر فيعبر بالصدق عن ما يختلج في نفوس الناس. في الأدب العربي تجد هذا أيضا، بعض التحيز ضد الفرس، يعني حتى أنه ابن تيمية يروي عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون اللسان الفارسي لسان سوء مثلا. وابن قتيبة يروي عن رجل من قريش أنه كان إذا رأى جنازة سأل، فإن قيل عربي قال ومصيبته، وإن قيل قريشي قال وبلوته، وإن قيل أعجمي قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من تشاء وتذر من تشاء. وحتى من الطرائف يعني يروي أيضا أنه واحد عربي مع واحد عربي من المتعلمين، يعني يقول له: أترى هؤلاء العجم يتزوجون نساءنا في الجنة؟ قال والله أرى أن ذلك يكون بالعمل الصالح، يعني ممكن لو عملوا عمل صالح ربنا عز ممكن. فقال لا والله لا يكون ذلك إلا على رؤوسنا والله على أعناق، يعني يريد يقاتل في الجنة حتى مع واحد عجمي يزوج أخته أو بنته، يعني لا والله لا يكون ذلك إلا بضرب أعناقنا أو شيء من هذا المعنى. تجد نوع من هذه الطرائف، هي طرائف ولكنها تدل على نوع من الثقافة. والجاحظ في كتاب البخلاء، طبعا بخلاؤه كلهم من أهل خراسان ومرو، طبعا كلهم فرس، ما يحط بخلاء عرب طبعا الجاحظ، لأنه يرى أن العرب كرماء وأنه الفرس أنهم عكس، وهذا طبعا جزء من التحيز الثقافي. حتى أنه من طرائف بخلاء الجاحظ يروي عن واحد يقول: ورأيت الديكة في كل أرجاء الأرض، رأيت الديكة ينقر الحبة فيضعها في فم الدجاجة إلا ديكة مرو، فعلمت أن اللؤم في مائها وهوائها وكذا وكذا.
يعني حتى الديكة يعني هذا أبخل من ديكتنا العرب. هذه أمور طبعا في الدول المتقدمة الآن اللي تدرس العلوم الإنسانية بطريقة عميقة يأخذون هذه الأمور بجد فيحللونها ليكتشفوا جوانب التحيز ويحاولون تصفية الثقافة منها، لأنه بدون الكلام عنها وتحليلها ووضعها على المشرحة بشكل علني لا تتخلص الناس منها، تبقى تستبطنها لا شعوريا وتبقى تؤدي إلى توترات بين الشعوب. وهذا من أحسن الموجود في الجامعات الأمريكية هو تحليل جوانب التحيز، تحيز البيض ضد السود في أمريكا مثلا، وتحيز الطرفين ضد المواطنين الأصليين الهنود الحمر وغير ذلك، تحيز المهاجرين القدامى ضد المهاجرين الأحدث، تحيز الكاثوليك ضد البروتستانت أو العكس. فأصبح هذا مجالا واسعا من مجالات العلوم الإنسانية في الجامعات الأمريكية حول الصور النمطية والرؤى، رؤية الناس للناس أو ما يسمونه stereotypes and perceptions. عموما مع ذلك دعونا نؤكد مرة أخرى أن هذا مما ينبغي أن نفتخر به، أن الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات قبولا بتعدد العرقي الثقافي والدمج الشعوب في بوتقة الإسلام، هذا أمر ليس فيه شك. وجذور ذلك ترجع إلى أصل الدولة النبوية والمجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حكمة الله تعالى أن جعل من أول المسلمين ممثلين عن كل أمم الأرض أو عن الأمم الأرض المحتكة على الأقل بجزيرة العرب. فكان من حول النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي وصهيب الرومي و سلمان الفارسي بمثابة رسل للأمم الأخرى إلى الإسلام، ورسل من الإسلام إلى هذه الأمم، وبناء ونواة للأمة التي لا تقبل بالفضل لعربي على أعجمي أو لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. وحينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة المدينة أسسها على تعدد الهوية، فكانت في دستور المدينة تجد الأمة بالمعنى الاعتقادي وبالمعنى السياسي وبالمعنى الجغرافي وبالمعنى الاجتماعي. ففي الأمة المعنى الاعتقادي تجدها في المادة 15 من دستور المدينة كما رقمه الدكتور محمد حميد الله، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، هذا الأمة بالمعنى الديني الاعتقادي. لكن تجد أيضا الأمة بالمعنى السياسي التي تتجاوز حدود الاعتقاد المشترك في المادة 25 و44 من دستور المدينة، وهي تنص على أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم. هذه الأمة السياسية. وأن في المادة 44 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، هذه الأمة السياسية. إذا واحد هاجم المدينة المنورة فالدفاع عنها على المسلم وعلى اليهودي على حد سواء، لأنه هذه قضية المواطنة والأمة السياسية. تجد الأمة حتى بالمعنى الجغرافي الذي لم تصل إليه الأمم إلا في العصر الحديث، تحديد الأمة بالمعنى الحدود الجغرافية، وذلك في المادة الأولى والثانية من دستور المدينة، إن المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم أمة من دون الناس. فتجد هنا قضية شرط، من تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم. ليس كل مسلم كان مواطنا في دولة النبوة، لا، المسلم الذي لم يهاجر لم يكن مواطنا في دولة النبوة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الولاء هذا الرابطة السياسية التي تقتضي الدفاع المشترك، وهذا لا يكون إلا بالهجرة، إلا بالانحياز الجغرافي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني الميثاق مع أمة كافرة مقدم على نصرة هذا المسلم الذي لم يلحق بالمسلمين في هذا الحيز الجغرافي. فهذا الأمة بالمعنى الجغرافي موجود أيضا في دستور المدينة. وأخيرا نجده في دستور المدينة الأمة بالمعنى الاجتماعي، بمعنى أنه الدولة لا تنفي الروابط الاجتماعية الأقل الأوطأ من الدولة، مثلا الروابط القبلية أو الروابط بين أهل مدينة معينة أو بين طائفة مذهبية معينة أو طائفة عرقية داخل الشعب الواحد، مش مشكلة، الإسلام لا ينفي أي من هذا ولا ينقض أي من هذا،
إنما يطالبنا الإسلام أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. يعني لا مانع اعتز بوطنك مش مشكلة، اعتز بقبيلتك مش مشكلة، بعرقك مش مشكلة، لكن إذا تناقضت هذه الهوية مع هويتك الإسلامية، وقل ما تتناقض معها، إذا تناقضت فالإسلام هو الراجح، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا يحل لنا إشكال تراكم الهوية وتزاحم الهوية في الدول الإسلامية المعاصرة. طبعا تراكم الهوية هذا ترجمة للمصطلح الإنجليزي Identity Overlapping. تراكم الهوية هو مفهوم زمني، يعني كانت هذه الهوية ثم جاءت هوية أخرى بعدها ثم جاءت واحدة بعدها. مثلا هؤلاء كانوا عرب ثم أصبحوا مسلمين، الهوية العربية سابقة زمنيا على الهوية الإسلامية، وهؤلاء كانوا أتراك ثم أصبحوا مسلمين، كانوا فرس ثم أصبحوا مسلمين. فهذه هوية فوق هوية، يعني جاءت بعدها من الناحية الزمنية. قضية الترتيب المبدئي الأخلاقي شيء آخر، الترتيب الأخلاقي في الإسلام طبعا أن يكون الإسلام هو رقم واحد، لكن من ناحية زمنية في هوية عرقية أو ثقافية أو جغرافية ثم جاءت الهوية الدينية بعدها ثم بعد ذلك. والأسبقية الزمنية أحيانا تشكل مصدر للتعصب. مثلا قد يقول القبطي في مصر أنه أنا صاحب الأرض، يعني لأني زمنيا أنا الأسبق هنا. السبق الزمني أحيانا مصدر من مصادر التعصب، وهو خطير، يعني لأنه الذين جاءوا للأرض أولا قد يحسون أن الأرض أرضهم، وهذا موجود في كل المجتمعات البشرية، يعني حتى وجد حتى بين الأنصار والمهاجرين، يعني فمسألة ما هي، هي كلها مشاعر بشرية، يعني أهم شيء أن تضبط بضوابط الشرع. هنالك الهوية العرقية طبعا، الهوية الدينية، الهوية اللغوية، والهوية الثقافية، وهذه تتراكم زمنيا كما قلنا. شيء آخر هو تداخل، مفهوم آخر هو مفهوم تداخل أو تقاطع الهويات. تقاطع الهويات هو ترجمة Identity Intersection، تقاطع الهويات يعني شخص واحد، كل شخص تتقاطع فيه عدة هويات، مثلا هو مسلم وعربي ومصري، أو هو مسيحي وعربي ومصري، أو هو عراقي وسني وعربي، أو عراقي وسني وشيعي، أو عراقي وسني وكردي، هذه كلها هويات يعني تتقاطع في الشخص الواحد. فهذا كله يحتاج أن يؤخذ بالاعتبار بالنسبة للتخطيط الاجتماعي وتخطيط الدول التي تريد أن تبني على أساس الحرية والعدل. لابد أن تأخذ هذا كله بالاعتبار وتعترف به. المدخل إلى كل ذلك هو الاعتراف بأن هذه حقائق لا تغير بالقهر، ليست ضد الشرع، وإنما هي طاقات اجتماعية من حقها أن توجد، ويمكن أن توظف توظيفا إيجابيا وممكن أن توظف توظيفا سلبيا. فهذا هو، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الهوية القبلية تعاملا واقعيا. جيش الفتح في مكة كانت فيه نخبة نظمت على أساس المعتقد، الكتيبة الخضراء التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المهاجرون والأنصار. صحيح، هذه الكتيبة الخضراء كما قال العباس، يعني لما سأله أبو سفيان في مدخل مكة قال من هؤلاء يا أبا الفضل؟ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. طبعا هذه نخبة يعني علت فوق الروابط الطبيعية إلى الروابط الاختيارية اللي هو العقيدة، لكن أغلبية الجيش كانت منظمة تنظيما قبليا. يا أبا الفضل من هؤلاء؟ هؤلاء بنو سليم، مالي ولي بني سليم. يا أبا الفضل من هؤلاء؟ هؤلاء جهينة، مالي ولي جهينة. فأبو سفيان يسأل والعباس رضي الله عنه يجيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش على أساس قبائل، إلا كتيبة واحدة، كتيبة النخبة، كانت على أساس العقيدة، ما كان يعني المهاجرين والأنصار، هؤلاء طبعا كانوا كتيبة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إيش؟ قد تجد من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قد تجد من الناس من يرتفع حتى يصبح مندمجا في عقيدته لحما ودما، بحيث أنه لا يعطي اعتبار لأي انتماءات أخرى، يعني لا حد كبير، ولكن هؤلاء قلة، وهذه ليست هي القاعدة.
لكن أغلب الناس سيظلوا تتنازعهم مع هوية المعتقد هويات أخرى، ومن الحكمة عدم يعني التجاوز ذلك وإنما التعامل معه كواقع. إذن المدخل إلى حل مشكلة تداخل الهويات وتقاطعها وتراكمها هو الاعتراف بهذه الهويات والقبول بها، الاعتراف بلغات الشعوب الأصلية وعدم فرض لغة عليها إلا باختيارها، والاعتراف بتاريخها، والاعتراف بإسهامها في الحضارة الإسلامية، ولا يوجد شعب إلا وأسهم في الحضارة الإسلامية، وحتى الشعوب غير المسلمة أسهمت في الحضارة الإسلامية. وقد كان ليس فيليب حتي، هذا المؤرخ المصري المسيحي الذي توفي منذ أعوام، زيادة، نيكولا زيادة، كان يقول أنا مسيحي الديانة إسلامي الهوية، يعني أنه ثقافته ثقافة إسلامية. مكث طول حياته يدرس تاريخ الإسلام في الجامعات الغربية، نفس الشيء بالنسبة لفيليب حتي، بالنسبة لي يعني. وبعضهم كتب يعني كتابات جميلة، وبعضهم لعب دور في الدفاع عن الثقافة الإسلامية بدافع الحمية لهويته العربية. مرة سألني صديق من هم أهم من دافع عن الثقافة الإسلامية في أمريكا، وقلت له أدوارد سعيد وجاك شاهين. قال لي بس هؤلاء مسيحيين، قلت طبعا أنا أعرف أنهم مسيحيين، لكن لا يوجد مثقف خدم الثقافة الإسلامية باللغة الإنجليزية خصوصا الدفاع عنها ضد الصور النمطية والتشويه مثل هذين الرجلين، واحد مسيحي فلسطيني واحد مسيحي لبناني. لكن بدافع اعتزازهم بثقافتهم العربية دافعوا عن الثقافة الإسلامية، لأنهم عارفين أنه ما العرب ما عندهم يعني تاريخ غير التاريخ الإسلامي، ما لا لم يبنوا حضارة، دخلوا ديانات كثيرة لكن ما بنت لهم أي ديانة حضارة إلا الديانة الإسلامية. والمنصف منهم واللي عنده يعني عقل واسع يعرف هذا، حتى ولو لم يكن مسلما يعرف أنه تاريخه تاريخ الإسلام هو تاريخه، الثقافة الإسلامية هي ثقافته. فنحن نحتاج إلى الاعتراف بهذا، الاعتراف بإسهام كل الشعوب، الاعتراف بهذه الهوية المتعددة، عدم اختزال الناس في هوية واحدة. إذا أردت أن تختزل الناس في هوية واحدة فأنت تبدأ بالقهر، تبدأ بالقمع، تبدأ بتفجير المجتمع من الداخل. والمجتمعات التي نجحت في هذا هي التي أصلت وقبلت وقننت وشرعت تعدد الهوية. الأمريكيون لديهم شهر كامل من السنة يسموه Month of Black History، Black History Month، شهر التاريخ الإفريقي. الشهر كله هو حديث عن تاريخ الأفارقة الأمريكيين. الأفارقة الأمريكيين هم 10% فقط من السكان، مع ذلك شهر كامل من السنة الحديث عن تاريخهم في الإعلام، في الجامعات، في المتاحف. وقد دعاني مرة متحف التاريخ الإفريقي في جامعة في مدينة دالاس تكساس لأتحدث لهم عن تاريخ الأفارقة المسلمين في أمريكا ضمن احتفالات شهر التاريخ الإفريقي. فتعجبت يعني، قلت ليش ما يكون الدول العربية، ليش ما يكون في العراق مثلا أيام لتاريخ الأكراد وأيام لتاريخ الشراكسة وأيام لتاريخ السريان وأيام، وليش ما يكون في مصر أيام لتاريخ القبطي، وليش ما ليش ما نعترف بشعوبنا؟ هؤلاء بشر يقدرون من يقدرهم، ليش ما نشعرهم أن هذا بلدهم، أنهم جزء من هذا البلد، أنهم أسهموا لهذا البلد؟ لماذا لا نتركهم يستعملوا لغتهم؟ وإيش المشكلة لو استعملوا لغتهم؟ كل التاريخ الإسلامي ما كان فيه فرض اللغة العربية على ناس، اختاروها باختيارهم، بربر اختاروها، أفارقة اختاروها، فرس وأكراد كلهم اختاروها، تعربوا باختيارهم، من لم يريد خلاص هو حر في ذلك. حتى أنه عندنا في موريتانيا قبائل أصولها بربرية، لكنها الآن لو تقول أنها أصولها بربرية تغضب، تعربوا بالكامل حتى أصبحوا ينكرون أصلهم البربري. حتى قال أحد شعرائهم إن بني حسن دلت فصاحتنا أن إلى العرب العرباء ننتسب، إن لم تقم بينات أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب. يعني مش مهم البينات التاريخية ولكن البيان يكفي، وهذا صحيح لأنه إنما العربية اللسان كما في الحديث. الخلاصة أيها الأحبة أنه الكائن البشري كائن معقد له أكثر من هوية، فإذا أردنا التعامل مع الإنسان بإنسانية
فنحن ينبغي أن نعترف له بهويته المتعددة، وأن نقبل هذا، وأن نشرعه في قوانيننا، وأن نحتفل به في ثقافتنا، وأن نتجنب ما استطعنا جوانب التحيز والصور النمطية والموارث السلبية التي ورثناها، وأن نفخر أن الحضارة الإسلامية من بين كل الحضارات كانت أكثر الحضارات مزجا بين الشعوب والثقافات والأعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.